أما الحكام فهم على الشكل التالي، فطاقم من جنوب إفريقيا هو الذي سوف يقود هذه المقابلة بقيادة الحكم توم أبونجيل، هو الذي سوف يقوم هذه المقابلة وسوف يساعده المواطن دياله لأنه يكون رباعي من جنوب إفريقيا. فالحكم الساحة توم أبونجيل هو رقم واحد في جنوب إفريقيا، وسيساعده الحكم سويلا زاخيل والمساعد الثاني فاتسوان سورو من لوزوتو، ويكون الحكم الرابع تاندو من جنوب افريقيا. اذا ثلاثي من جنوب افريقيا والحكم المساعد الثاني من لوزوتو، هذا هو الطاقم الذي سوف يقود مقابله المنتخب المغربي والمنتخب التنزاني بدار السلام اليوم الثلاثاء على الساعه 8 مساء.